خلينا نحكي شوي، كيف الخط عندكم على الضيعة خط السير؟ والله يا عمي ما فهمنها جي في تسيير الخطى بما يتناسب مع المعايير الموضوعة، لأنه هالمعايير لما الذي بدها تستجل إشعاره بما هي عليه من اقتسام يلي بدها لازم تجري بكل سلاسة ومروني، يعني في شيء اسمه تنظيم ما وراء الواقع وفي شيء اسمه ضمن الأطر الحيسي والاجتماعي، فنحن لازم يكون هالتنظيم عندنا عبارة عن فطرة وما عبارة عن قوانين مسيرة، لأنه دائما القوانين بتحط حاجز بين الإنسان وبين الانضباط وبتلغي عملية الانطلاق الذاتي، فلازم تكون هالقوانين منبعثة من صميم الفرد نفسه من شان تجري بما يتماهى مع عقيدية هذا الوجوب، يعني تتحول من أحكام، يعني ما في سير. يعني ما في سير، لا والله. طيب يعني كيف السير عندكم؟ قلة باصات، عقود، شو المشكلة الأساسية بالسير على الضيعة؟ والله المشكلة في زيادة من حيث الكم بس في انخفاض من حيث الكيف، يعني ما في التزام، يعني هي المشكلة، يعني صاير الأهواء هي الذي يعني ما تلعب عجلي في تسيير الموازين، مو الانضباط، مو أسس ثابتة هي الذي بتحدد هيكلتها على أرض الواقع. طيب باصات النقل الداخلي كيف توصيلها لكم من ضمن المدينة على الكراج؟ والله باصات النقل الداخلي يعني في نوع من الارتكاز المؤسس لمنحها غير يعني الميكرو، دائما باصات النقل الداخلي يعني بتوفر كثير من المعمعة ومن الخضم التفاعل مع هذه الكثائف الموجودة في حيز التركيب. يعني توصلكم على قلب الكراج واللي لا عم توصلكم على نقط معينة وتتركهم؟ لا عم توصلنا على نقاط بتشكل بقى البوصلي وبتشكل بقى العصب والهيكل العظمي لكل المفترقات يعني. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا.